يلا الناس هتعرف ان انا جايب واحده. يلا افتح يلا. ايوه معتز حاضر. انت بتربس ليه؟ ها؟ ليش كنت فاكر نعم زميلتي في المكتب صاحبي بس انا برضه هلحقه زي ما فهمتك. ها؟ انا هخش اخد دش على السريع. ها؟ هخش اخد دش معاك. دش ليه؟ ما انا لازم اخش اخد دش معاك دلوقتي. يلا 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 امشي يلا امشي. انت طارق؟ انا حبيت عندك النهارده. اهلا وسهلا. ليه؟ يا باكي يا باكنجهام. ايه انت يا ستي اللي جايه على بيت؟ يا نسا انت حبيتي هنا فعلا؟ ايه في ايه؟ لا مفيش حاجه بس انا قلت اشوفك تفطري ايه الصبح وكده. ايه رايك البس ده؟ ايه ده؟ البس ده ولا ده احسن؟ ايه ده هيعجبك قوي الحقيقه. انت معاكي تشكيله هايله. طب ما تعملي بقى باترينه هنا للشنطه كده بحيث اللي معدي يبص على طول من غير ما تتعبي نفسك. ده لسه جاي. كفايه ابوس ايدك. الشنطه دي منفذه على الدولاب ولا ايه؟ ما قلتليش البس ايه يا ستي. البسيهم كلهم بس يا ريت القصار قدام بقى والطويل ورا. انت حبيتي هنا ليه؟ انا عارف ان السؤال مش من حقي بس يهمني اعرف الاسباب. انت ليه مش بايته في بيتكم؟ اصل نسيت مفاتيح الشقه. طب ليه ما رنتيش الباب؟ ما خبطتيش الجرس؟ ما خبطتيش جرس الباب ليه بتاعكم؟ ها خبطتيش الجرس ليه بتاعكم؟ ما حصل. حصل بعدين؟ اصل مامي بتروح تلعب تنس في النادي. ها. وبعدين تديها جاكوسي وسونا. سونا؟ ها. بتروح للبيت مقتوله. طب وليه ما بلغتوش البوليس؟ ها الاثنين مقتوله. يعني الحقيقه اسباب مقنعه جدا. انت بتتكلم كده ليه؟ اصلا انا عندي برد بدبارح. من ايه؟ بدبارح. من ايه؟ بدبارح. انت غبيه ولا ايه؟ البرد من ايه؟ جالي من ايه؟ جالي كنت قاعد كنت قاعد قدام الدش وبعدين خرجت في الهواء. يا حرام. اهدي مامي. هو انتوا كنتوا تايهين من بعض ولا ايه؟ دي بتاعت التنس. انا عايز اقول لحضرتك. أمال من حضرتك؟ أمال 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 مش عايب ولا ما قدامي يا بنت. مجنونة مجنونة بالحب لازم. مجنونة حبتك يدور. ما استنيتش ليه لما تغني الشريط كله؟ دوشك دوشك دوشك. ايه بقى ما كمل الاول؟ ما قلت لك يا اخي قلت لك اجي معاك. بعدين وقف. هنا كان في موزة. انت عملت ايه باكينام؟ قطعت امها. زي ما انت شايف. طب تفتكر ممكن يعدوه من الاول؟ ما شاء الله يا استاذ عندك كمين خاص. ليه بس يا استاذ خاطر؟ حضرتك ما حضرتش الاجتماع جاي متاخر مش لابس اللبس اليونيفورم بتاع الشغل. امشي اتفضل. طيب ما هو يحيى لسه واصل معايا برضه. ما تجيبش السلسله على شانك. يا ريتك يا اخي زي يحيى وبتبيع خطوط زي يحيى. تعالى اتفضل. طب انا ذنبي ايه يا نجوى؟ يعني ان يحيى بيبيع خطوطه وهو في خدمه العملاء. طارق يا ابني انا زي مامتك الصغيره. انت شخصيتك جميله بس كلها نقط ضعف نقط ضعف نقط ضعف. انت ما شفتش فيلم سبايدر مان؟ شفته. كان كحروت ومعفن ومرمي جنب الزباله وفجاه. ايه ده ايه بتجري ليه؟ في ايه؟ مش عارفه دايما بحب اجري في الحته دي. افتكرتك سكرانه على الصبح. امسكي ده. ايه ده؟ سيدي الاغاني اللي انت طلبتي اسجلها لك. ايه ده محرم فؤاد؟ ايوه. طيب ايه المشكله؟ انا طالبه شعبان عبد الرحيم. يا ستي محرم فؤاد من شعبان مش هتفرق. ده فرق شهرين. بيحطيه عندك في الدرج شهرين يقلب شعبولة لوحده. يلا انا على مكتبي. طارق. انت بلطجي. فكر ان انت بلطجي بلطجي بلطجي. انت فاهم؟ سناجوة. يا ليه سناجوة؟ يا لهوي. بلطجة بقى. بس انا ماليش في البلطجه قوي يعني. بلطجي بلطجي. يا سلام. صباح الخير. صباح النور. اخس نسيت ان انا في الشغل.
ايوه ستي كول مع الو. ايوه مساء الخير. ايوه اتعرف بيكي؟ ابتسام. اسم جميل. طب ممكن رقم تليفون؟ 506-3500. تمام. العنوان 18 شارع المنيل. المنيل. معلش تاخذنيش اصل القاف مش واضحه عندي في كلمه الخط مقطوع كتير. الخط مقطوع فعلا. يا حرام. لا 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 ولا يهمك يا اختي ابتسام. انا عارف عارف ان انقطاع الخط عنك يعني بمثابة تجربة قاسية عليك. اوعدك ان انا هرجع لك الخط حالا. هرجعه لك اربع مرات. ميرسي جدا جدا. اوكي ميرسي. ويا ريت نعتبرك صديقة البرنامج. صديقة الشركة. مع الف سلامة. مع السلامة. معنا اتصال تاني نقول الو. الو. يا ترى بترجع كل الخطوط المقطوعة لكل الناس ولا اللي صوتهم محندق وحلو وبس؟ لا 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 لكل الناس. يعني حضرتك فاشل في خدمة العملاء وفاشل في بيع الخطوط. يحيى بعت كم خط لغاية دلوقتي من ال 500 خط اللي عليك؟ فاضل لي 20 بس حضرتك. ايه؟ السلام عليكم. ثلاجة فيها مية قال انا جعان قوي قوي. انت ايه؟ انسان. انسان؟ وانا بقول لك نوعك ايه؟ انت مين؟ كان يعيش وتعاش. يا بني ادم انت جاي حضانة. انت تبع ايه؟ انا مش تبع حد. انا رئيس جمهوريه نفسي. وجاي بلدي تعمل ايه؟ جاي بيتي تعمل ايه؟ ده بيتي. جاي عندي ميعاد مع شباب بشر. انت بتسال اسئله غير منطقيه. على فكره انت فوق الفظيع فوق الفظيع. وانت تحت المريب. بلا تحت المريب بلا تحت الكوبري. خد تعالى هنا يا بني ادم. يا بني ادم انت هنا في بيتي وانا ولا هديك عود. هتضرب ولا ايه؟ بقول لك ايه، انت اسمك ايه؟ من غير ما تستعصم عليا. اسمي بسيوني مراد الحيوان. كمل. كمل ايه؟ ما الاسم خلص. ايه نوع الحيوان؟ الله 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 انت بتقل ادب. انت هتضرب ولا ايه؟ كويس بقى ان انا ما غيرتش هدومي. ها ده انت هتاكل علقه. 26,000 موظف. بيسو حبيب قلبي معلش اتاخرت عليك. طيب معتز ازاي حالك؟ جبت الحشيش؟ جبت الحشيش. امال ايه؟ عيب عيب. حشيش حشيش يعني مش اي حاجه. بص دي اللي انا بشرب منها ودي برضك اللي انا جبتها لك برضك بشرب منها. اسمها ايه دي؟ طرابوره. ايه؟ طرابوره افغاني. سجاير ماشي، كانشا ماشي، غرقانه ماشي، ما تشربش برضك ماشي. يلا يا جدعان. مين ده؟ ما اعرفش. واحد لقيته في البيت ملوش لازمه. لوك 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 لوك. وانا ضغطي عالي. مش وانا كم كام؟ واحد واحد. يلا يا جدعان مش كل مره تكسفونا. ماله ده؟ ده ما عليه بيشجع. ايه ده؟ ده بيرجع. ده صاحبي. ايوه بس مش صاحبي. ايه؟ حبيبي معلش معلش. خلاص يا عم بقى. ما قلت لك انا متاسف. قال لك اسف 100 مره بقى. خلاص بقى. ولو برضه يا معتز انا اتهنت. واقول لك ايه، بعد كده لما تحب تشتري حشيش ما تجيبش الاشكال دي عند البيت تاني. ماشي؟ تشتري حشيش يبقى روح اشتري من المحل. حزب. ده جون فينا يعني في مصر. بس لينا. انت بتشجع ايه؟ واحد مصري هيشجع ايه؟ نيجيريا. نيجيريا. قلت لك انا قلت لك اللي سامحه هو ابصر ايه وما ادري ايه. بتوقع صاحبي؟ هو فين صاحبك ده؟ 14 اكتوبر. يا فوق الفظيع، محدش سمع لك صوت ليه؟ ايه بتشجع؟ بترجع؟ رد على صاحبي عدل. انا متشكر يا وز عشان انت خدت لي بطاري وربطته. بس ماتش حلو قوي. هي النتيجه كام؟ 2-1. ومين اللي بيلعب؟ مصر نيجيريا. احنا السود. ها عالية جدا بدنيا فنيا. سجل هدفين فقدمت اسكتلندا. وتعادلت ايطاليا في الشوط الثاني من خلال الظهير اللي امام حضراتكم جروسو من ركنيه فيها متابعه كانت رائعه. يرفع المنتخب الايطالي رصيده من النقاط في المجموعه الخامسه الى النقطه رقم 14. السلام عليكم. انا اعتبر كافي.